ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سكان الجنوب في لبنان التهجير واللجوء، وذلك عقب اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل في المواجهة بحجة ما سماه بإسناد جبهة غزة وحركة حماس. الوضع الآن هو نحن في أزمة كثير كبيرة، لكن إذا ما استمر تطور القصف والهجمات على مختلف المناطق اللبنانية نحن ممكن نكون أمام كارثة كبيرة الحجم، وذلك بسبب العدد الهائل للنازحين الذين يستمرون في النزوح من الأماكن التي تتعرض للهجمات، فبالتالي مع ازدياد العدد الكبير للنازحين تزداد الاحتياجات الإنسانية، فبالتالي يجب تلبيتها بشكل كثير كبير. نحن أيضا قادمين على إذا ما استمرت القتال لفترة طويلة نحن قادمون أيضا على فصل الشتاء، والعديد من النازحين أو الأغلبية العظمى منهم قد تركوا منازلهم فقط بملابسهم. إيرام نيوز جال في أحد مراكز الإيواء حيث تحدث إلى النازحين عن تجربة مريرة وتفاصيل لن تمحى من بالهم وحتما ستشكل محطة مهمة بالنسبة لأطفالهم في المستقبل. يعني عذاب 24 ساعة من جنوب لصيدا، وكمان 24 ساعة من صيدا لبيروت. وصلنا لهون مستوين، ضلينا قاعدين بالأرض شي 5 ساعات قدرنا نقوم، وطريق العذاب ودمار وبالمدني وسيارات خراب كامل، دمار شامل. إذن شهادات النازحين تكشف عن واقع مؤلم ومعاناة يومية جراء موجات نزوح غير مسبوقة، وتعتبر الأكبر من نوعها لسكان جنوب لبنان، وقد شملت مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة الأمامية على طول الشريط الحدودي، فيما كان سكان المناطق الحدودية قد نزحوا منذ 7 أكتوبر عام 2023 حين أعلن حينها حسن نصر الله فتح جبهة جنوب لبنان كجبهة إسناد. ظهرنا بسرعة ما لحقنا نجيب لا أكل ولا حتى مي على الطريق، ما قدرنا بنجيب يعني، ولما وصلنا صور كمان اجتنا عزيفة بالسيارة، وكانت ستي معانا يعني، والحمد لله اجينا لهون لعند الشبريح اللي قدرنا شوي نبدل الدولاب، يعني ضلينا 4 أيام لحتى وصلنا لهون بسبب العجقة والسير وهيك. لما ظهرنا كان في قصف يعني، وظهرنا بسرعة ما جبنا شيء معنا بالمرة لا أواعي ولا أكل ولا شرب ولا شيء، وظهرنا أنا ولادي وستي وأولادها. الساعة 6 مشينا من البلد، وصلنا على صيدا الساعة 12 بالليل، نمنا بصيدا ورجعنا، نمنا على الطريق بالسيارات ما عجق أولاد وهذا، وما فيكش يعني تضلك سايق 6 ساعات نحن سايقين، فيكش تضلك سايق، حطيناها جنب الطريق السيارة وقعدنا فيه. المهم صرنا ندور وين في مراكز لما تاني يوم ومشينا على بيروت، صرنا ندور في وين في مراكز للنازحين، ودلونا لهون على مدى على مجمع المدارس. اجت الضربة حدي، فكنت قاعد برا شفت يعني مثل نزل صاروخ كبير يعني ما عادش اشاعت قدامي، زتيت حالي تحت الدرج لخلصت حالي من الضربه، وبعد ما هدي ضربه الصاروخ وقمت ابت الركيد لفوق على الشارع العام، قلت له سمح الله اذا اجت له ضربه ثانيه انا اكون موجود على الشارع مش بقلب البيت، وعالم على الترقان يعني عاشق كثير، ويعني مشيت من عدلون الساعه 10 لوصلت للمغرب على بيروت قد ما كان في عجقه سيارات ونازحين. يعني انا عينة من مجموعة هذه الناس اللي تركت منازلها، تركت منازلها بدون أن تستطيع حتى إحضار معها ولو غيار، حتى أتمن الأشياء اللي ممكن إنه هذا الإنسان تقدر تأمن له حاجياته تركها ببيته، وعلى أمل إنه هذا يوم وبتعود، ونتيجة طول هذا الغارات ما عاد استطاع حدا يلقى. أعداد النازحين تتزايد بما يفوق تقديرات الحكومة اللبنانية، وفيما تمكن الكثيرون من إيجاد مكان لهم في مراكز الإيواء، إلا أن الكثيرين ما زالوا يفترشون الأرصفة والحدائق العامة. أحدث الأرقام التي أرصدتها لجنة الطوارئ الحكومية تفيد بأن عدد النازحين المسجلين وصل إلى أكثر من 157 ألفا موجودين في 856 مركز استقبال وإيواء،
لكن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليون لبناني تهجروا وتركوا منازلهم، أي تقريبا ربع اللبنانيين المقيمين. ما يقارب مليون شخص قد تركوا منازلهم بحثا عن أماكن أكثر أمنا في مختلف المناطق اللبنانية. ولقد رأينا أيضا بعد تصعيد العمليات العسكرية الأسبوع الماضي والقصف على الضاحية الجنوبية التي يعيش فيها أكثر من 600 ألف شخص، هذا أدى أيضا إلى موجة نزوح كبيرة أيضا إلى الملاجئ المؤقتة في المدارس. وطبعا تقوم اليونيسف بالتعاون مع السلطات اللبنانية بالعمل للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة. وفي المقابل فإن عدد الأشخاص الذين عبروا من لبنان إلى سوريا وصل إلى 100,000 شخص وفق الأمم المتحدة، التي أكدت أن التصعيد الكارثي ترك لبنان بمواجهة فترة هي الأكثر دموية منذ سنوات. فيما أكدت منظمة اليونيسف أن الغارة على لبنان تتسبب بمقتل أطفال بمعدل مخيف. لقد رأينا أنه خلال 11 شهر الماضي وحتى بداية الأسبوع الماضي قتل 104 أطفال، منذ 11 شهرا قتل 22 طفل، لكن خلال السبعة الأيام الأخيرة قتل 82 طفل. وإنما يدل هذا على شيء، أن يدل على ضراوة العمليات العسكرية وتأثيرها المدمر والكبير على الأطفال، الذي يخلف العديد منهم بين قتلى وجرحى، والإضافة إلى ذلك الصدمات النفسية الكبيرة التي يعاني منها الآن مئات الآلاف من الأطفال بسبب القصف المتواصل، النزوح من بيوتهم، وأيضا المعيشة في الملاجئ المؤقتة التي تفتقر إلى أدنى المقومات الأساسية. من جانبه، برنامج الغذاء العالمي كان أعلن أنه بدأ عملية للمساعدات الغذائية الطارئة لما يصل إلى مليون شخص تضرروا من الصراع في لبنان، وقالت إن لبنان على حافة الانهيار ولا يمكنه تحمل حرب أخرى. كما أنه كما الاقتصاد منهك في لبنان، فإن القطاع الصحي متهالك كذلك، فيما زيادة الضغط عليه سيفاقم المشكلة. وأيضا تعرضت المنشآت الصحية في عدد كبير من المناطق، تقريبا 39 منشأة صحية أولية توقفت عن العمل، بالإضافة إلى ذلك تضررت 5 مستشفيات في النبطية في محافظة الجنوب، فهذا يضع ضغط كبير جدا على المستشفيات الباقية التي تركز طبعا في المقام الأول بالاستجابة للاحتياجات الجرحى. فبالتالي مع زيادة النزوح، مع زيادة العدد في الجرحى، فبالتالي هذا يضع ضغط هائل على البنية الصحية التحتية. ودعت اليونيسف عبر إيرم إلى خفض التصعيد فورا بشكل عاجل، مطالبة جميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان حماية البنية التحتية المدنية والمدنيين، بما في ذلك الأطفال والعاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي. عم نحكي أكثر من 1.3 أو 1.4 مليون طفل في لبنان سيكون متأثرين بشكل مباشر أو غير مباشر إذا ما كان هناك طبعا توسيع للعمليات العسكرية.